أجرى التلفزيون المصري عددا من اللقاءات مع أعضاء من الجاليات المصرية والعربية في نيويورك لرصد آرائهم. ما زلنا مشاهدينا الكرام نتابع أصداء العملية الانتخابية للرئاسة الأمريكية، وساعات قليلة هي الفاصلة بين إجراء هذه الانتخابات، والحديث مع أعضاء الجاليات العربية والإسلامية والجالية المصرية ما زال مستمر على شاشة التلفزيون المصري. ويسعدني نلتقي بأحد أعضاء الجالية المصرية، دكتور نشأت، أهلا بك على شاشة التلفزيون. أهلا يا فندم. دكتور نشأت، يعني أسألك مباشرة قبل ساعات، من ستنتخب ولماذا؟ أنا هنتخب الرئيس السابق دونالد ترامب، لأنه ده اللي بيعبر عن مبادئنا كعرب، أنه ضد الإجهاض وبيؤيد ضد الهوموسيكشواليتي اللي هي تتفق مع معتقداتنا كعرب، وهو كمان الراجل اللي بيؤيد الرئيس السيسي وبيؤيد القضايا العربية. طبعا هو مش 100%، بس يعني بنفاضل بينه وبين الحزب الديمقراطي هاريس كاميلا، فهو ماتش بيتر. حقيقة الأمر الأمران أحلاهما مر يعني، لكن أنا في اعتقادي الشخصي أن عدو عاقل خير من صديق جاهل. ترامب ما في شك هناك ميول ضد العرب وميول غير راغبة في العرب فيه، وصرح في هذا الكلام أكثر من مرة. لكن حاليا كان في مؤتمر قريبا جدا في ديترويت وهنا في نيويورك، وأصبحت ميوله تتأرجح على حسب الظروف الانتخابية. كاميلا هاريس، الوضع الجمهور الديمقراطي في أمريكا طبعا كما تعلم، وتأثيره على الشرق الأوسط أصبح في تأثير سيء جدا، وأداء الحزب الديمقراطي حاليا أداء سيء جدا حتى في الداخل الأمريكي وعلى الاقتصاد الأمريكي. القضايا الفلسطينية هي بشكل كبير وحدت الصوت العربي والمسلم في أمريكا حاليا بشكل أو بآخر. في عدد كبير قوي من الجاليات العربية وجهودهم موحدة واتجاهاتهم في الأغلب بتبقى نفس في اتجاه الناس اللي بتدعم أو ضد الناس اللي هي بتسلح إسرائيل بشكل قوي أو بتدعم إسرائيل سياسيا بشكل قوي.